احتفت شركة مطار البحرين الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي بالذكرى 50 لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث رحب فريق من شركة مطار البحرين بالزوار الإماراتيين القادمين إلى المملكة تعبيرا عن سعادة أهل البحرين باستقبال إخوانهم من دولة الإمارات الشقيقة. بقلوب تفيض بالمحبة والإخاء، استقبلت شركة مطار البحرين الإخوة الزوار الإماراتيين القادمين إلى مملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي، حيث تم استقبال الأشقاء الإماراتيين بالورود والهدايا التذكارية بمناسبة عيد الاتحاد 50، مبتهلين إلى الله تعالى أن يعيده على قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى أخوتنا الشعب الإماراتي الشقيق بمزيد من الأمن والأمان والازدهار. مملكة البحرين ما يعتبر مجرد دولة شقيقة، هم لنا علاقات وبيننا انسابه مع عوائل هني طال عمرك، فبالنسبة لي بلد الثاني، وجزاهم الله خير بالنسبة لهم كاستقبال بهالحفاوة من طيب أصلهم من طيب كرافهم حقنا. صراحة يعني صراحة أنا وايد استانست، أنا حسيت فعلا أن احنا كنا أخوان يعني، ودول الخليج كنا أخوان الحمد لله. يعني بما انكم احتفلتوا فينا يعني احنا يعني ما في فرق بيننا، يعني احنا في النهايه هاي في يعني في بلادنا. كنا نشكر مملكه البحرين على الاحتفال اليوم، صراحه ما شاء الله يعني تفاجئنا، ويعني يعطيكم الصحه والعافيه وبارك الله فيكم واهلنا واخواننا، الله يجزيكم خير. عبر الاماراتيون عن فرحتهم وسعادتهم الغامره بهذا الاستقبال، واثنوا على العلاقه البحرينيه الاماراتيه، متمنين الخير للبلدين والشعبين الشقيقين. شعور أخوي، يعني ما حسيت إن أخوي جالس يستقبلني في المطار وهذا، وصراحة وايد استانست، صراحة شيء يفرح. جزاكم الله خير، ما قصرتوا. شكرا على هذا الاستقبال اللي تلقونا أهلنا في البحرين من بوابة المطار بهدية جميلة، ونشعر أنهم يشاركوننا في هذا الاحتفال، وهذا يدل على قوتنا وتقاربنا، ويدل أننا في لمصير واحد، ونعبر عن شكرنا وتقديرنا لإخواننا في البحرين. العلاقات البحرينية الإماراتية علاقات تاريخية أخوية وثيقة ومتميزة، تستمر قوتها وازدهارها من علاقة الأخوة بين القيادتين والشعبين الشقيقين، وما يجمعهم من أواصر الدم والنسب والمصير المشترك بين البلدين. من مطار البحرين الدولي، عبدالله الحسيني لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.